معانا دلوقتي الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره جريده اليوم السابع، عشان يكلمنا عن الفنان الراحل احمد قعودي. استاذ اكرم، صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. طبعا بنعزي حضرتك وبنعزي شعب مصر كله. احمد كان من الفنانين الشباب اللي بيحبوا وطنهم جدا، وكان مخلص جدا لوطنه. حضرتك كنت من اقرب الناس كمان لاحمد قعود، لو نتكلم عن بداياته الابداعيه. والله احمد فعلا كان مميز جدا، وكان عنده موهبه خاصه، وكان قادر على كمان الحقيقه انه يولد الابتسامه من وسط بعض الموضوعات اللي تبدو جاده جدا وجافه. ودي كانت ميزه عنده، انه الرسوم بتاعته كان بيخوض بيها يعني غمار المناقشات، كانه بيتناقش في الكاريكاتير، وبيرسم خطوطه بسيطه جدا ومميزه، قادره على انها توصل للمشاهد او القارئ بسهوله. وفي نفس الوقت لم يتوقف طول الوقت عن ان هو يبدع ويطلع افكار جديده. يعني الرسمه بتاعته الحقيقه مؤثره جدا. يعني هو جه في وقت مرحله انتقاليه صعبه بعد 30 يونيو وغيره، اختار ان هو برغم ان هو بيقدر يعمل الانواع المختلفه والرسوم المتنوعه، الا انه اختار طريق مثلا يتكلم عن تحديات مصر، ويعمل ده برسم فعلا يبقى معبر، ويبقى الواحد بيبتسم او بيواجه حملات او شائعات او غيره، بالاضافه الى الرسم الطبيعي بتاعه اللي هو في الاوقات العاديه. لكن الحقيقه كان عنده بعض الرسومات ايقونات كده، انه مثلا عاوز يتكلم على اللي تحقق في مصر والانجازات والتحديات الخارجيه وغيره، فيعمل رسمه معبره جدا بتعبر فعلا عن هذه الامور. عشان كده الحقيقه هو فعلا كان يعني خطوطه كانت مميزه، وممكن تعرف الرسمه بتاعته من غير ما يكون عليها التوقيع، لان هو كان خطه كان جميل جدا ومميز، والخط نفسه او التعليق نفسه اللي يكتبه هو نفسه كانه عامله بالريشه والرسم، وهو بالفعل كده. بجانب انه هو الحقيقه يعني برغم مرضه الشديد لفتره طويله، الا انه لم يكف عن ابتسامه، كان شديد الرضا والتواضع بشكل فعلا يعني مؤثر، لانه يعني كان هادي، وكان يعني طول الوقت عنده حاله رضا، وهو اللي كان يعني نكلمه نخفف عنه فهو اللي يخفف عننا، وهو من ذوقه وادبه وصبره الشديد على هذا المرض، ولم يتوقف حتى في مرضه، كان مريض مرض شديد جدا، عن الرسم وعن الابداع وعن الانتاج بشكل كبير. فالحقيقه كمان رسوماته كانت مميزه، لان هو كان بيعتبر نفسه تلميذ الاستاذ مصطفى حسين الله يرحمه. الاستاذ مصطفى حسين ميزته انه رسوماته نفسها فيها ابتسامه، يعني الرسمه بعيدا عن التعليق. طبعا الاستاذ مصطفى حسين كان مع الاستاذ احمد رجب عمل ثنائي كبير جدا في كاريكاتير، لكن الحقيقه خطوط مصطفى حسين كانت مميزه جدا الله يرحمه. فاحمد قعود واخد الفكره دي، وكان بيعتبر نفسه من هذه المدرسه في الرسم. احنا عارفين مدارس الكاريكاتير في مصر متنوعه، يعني من بهجت لحجازي لمصطفى حسين لجمعه لقاج لصلاح طبعا جاهين من ضمن ابداعاته العظيمه. فاحمد كان قادر على انه يمزج ده كله بشكل قوي، ويقدمه في رسم معبر بالفعل عن الاحداث. وزي ما قلت انه كان بينقي موضوعات احيانا جافه وسياسيه، كان بيعتبر دي رساله مختلفه ورسالة وطنية، ودي جزء من وطنيته الحقيقة المهمة جدا اللي ارتبط بيها، وكان عنده إيمان شديد بمصر وبعلم مصر، وكان حتى رسمه وده اللي كنا بنشوفه لما كان بيمزج بين القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية. المزج ده كنا بنشوفه قوي في البورتريهات وفي الكاريكاتير اللي بيقدمه قعود. بالظبط، وكان الرسومات يعني حتى الكاريكاتير يعني كان كمان يعني بيجي في نقاط مهمة جدا. يعني مثلا هو في معارك محمد صلاح مثلا هتلاقي عامل بورتريهات لمحمد صلاح جميلة جدا وهايلة ومعبرة عن الحدث، وداخل في السياق لما كان يبقى هجوم على محمد صلاح مثلا، كان يعمل له الأبطال الأولمبياد مثلا، فيعمل لهم حاجات فيها ابتسامة وفيها تعبير وفيها عمق مثلا. فكان في الافكار البسيطه والاجتماعيه والانتقادات والسوشيال ميديا واللي بيحصل فيها، عنده انتقادات اجتماعيه للاشخاص والمدعين والكذابين، فكان بيعمل ده بابتسامه وبخفه وبخط جميل وبرسومات مميزه الحقيقه.
فهو يعني من النوع اللي كان الأفكار الجافة والصعبة يحولها إلى ابتسامة حقيقية بموهبة، وبالفعل كان موهوب موهبة استثنائية الحقيقة، وقادر على إنه يعمل المزج ده. وإحنا عارفين إنه بشكل عام فن الكاريكاتير أو فن السخرية وفن شديد الصعوبة، لأنه غالبا بيكون في وسط مواجهات ومشكلات وغيره، وكمان الحقيقة بالنسبة لقاعود في مرحلة صعبة، ومع ذلك كان هو حريص إنه يعمل ده. فهو فن بديع جدا، فن الكاريكاتير أي حد يقدر يعمله، وبيمزج بين الرسم وبين الفكرة وبين زي ما انت اشرت البورتريه. مثلا هو كان بدأ رسام بورتريه أساسا في الرسم الكاريكاتير قبل الكاريكاتير، لكن بعد كده كان بيعمل ده. فكان مثلا في أبطال أولمبياد عاوز يحييهم يعمل رسمة البورتريه بتاعهم، والشكل دايما هو الكاريكاتير بيقوم على المفارقة، تضخيم المساحات الأبعاد ما هياش الأبعاد الطبيعية لفن التصوير الرسم، وبالتالي فالمفارقة دي في بيستخدم بعض أعضاء الجسم أو غيره، لم يكن يسخر بالشكل المهين أو كده، ولكن كان يقدر ينتج ابتسامة من خلال الرسمة المعبرة عن الفكرة في شخصيات أو في حتى بورتريهات بدون تعليق كثيرا، ما كان يرسم هذه الأمور في أوقات عاوز تحية. دي من الحاجات الجميلة جدا يا أستاذ أكرم، أنه يقدر يوصل رسالته بدون ما يتكلم، بدون حتى ما يكتب تعليق، الصورة كفيلة وبتوصل لكل الناس، وده لأنه كان صادق، هو كان إنسان صادق وكان جميل جدا من الداخل، وده أعتقد كلام كل زمايله عنه امبارح، شفنا الكلام ده على السوشيال ميديا. لو حضرتك تكلمنا عنه كإنسان أو كزميل. بالضبط، يعني أنا عاوز أقول لك أنه جزء الإنساني حياته جزء ممتد، وانا فاكر كويس انه في عام 22 كان في معرض بعض الزملاء وجمعيه الكاريكاتير ورسامين وكده كانوا عايزين يعملوا معرض لقاعود حدوته مصريه، وانا حضرت ده، وكان معانا بعض الزملاء الاستاذ عمرو فهمي الاستاذ محمود بدر، بعض الفنانين يمكن لا تحضرني اسماء الفنانين التشكيليين والرسومات. كنا في بيت السناري اللي هو تبع مكتبه اسكندريه، وبيت السناري كان مكان يعني حط هو لوحاته فيه، وكان جاي ومعاه اولاده الصغار يوسف ومريم وزوجته وكده، فكان حريص جدا. وقتها كان طالع مثلا من المرض، وكان يعني هو مرضه كان بيأثر على مشيه وعظمه وكده، ومع ذلك كان مبسوط جدا وطاير وحاسس ان الدنيا كويسه. بالاضافه الى كمان الحقيقه يمكن هو ليه اصدقاء واخوه وكده، ما كنا بنروح لما رحنا العزاء وكده سمعت قصص كثيره جدا ازاي وهو في عز المرض في عز ازماته كان حريص انه يساعد ناس او يعمل لهم حاجات او يعمل لاخواته او يجوزهم او يقف مع اصدقاء او يعمل مواقف جيده او يجامل حد او يعني كان جدع جدا وكان محترم واخلاقه جيده، وكمان انه مش بس حتى في عز مرضه في سمعت قصص كتيرة جدا حاجات هو عملها، عشان كده الناس كتير اللي شافوه وعرفوه شافوا فيه هذا الجزء الإنساني وعلاقاته الإنسانية وصداقاته. وعاوز أقول لحضرتك إنه في بلدهم وهي قرية صغيرة في تعتبر في القليوبية يعني الحقيقة عشرات الآلاف من الناس طلعوا في وداعه في جنازة ضخمة جدا، يمكن كمان تشوفوا صورها بعض الصور في يوم 7 أو كده، عدد ضخم جدا. العدد الضخم ده بيدي طبعا صحيح في القرى وفي المحافظات الناس بتخرج، لكن الحقيقه بيخرجوا وبتحس بحزن حقيقي وارتباط بهذا الشخص، بما يعني صحيح. انه بيعكس انه سيرته وتارك سيره جيده بكل تاكيد وهائله جدا، بالاضافه يعني موهبته ورسوماته في نفس الوقت تارك سيرة يعني تارك سيره جيده عند أعداد كبيرة جدا من الشباب والكبار. وبالإضافة إلى هذا هو جزء من معالم هذه المدينة القرية بتاعتهم، والناس حباه جدا وأسرته، يعني كل الناس كانت موجودة وكل الناس حزينة عليه وبيبقوا عليه. ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته. وخالص عزائنا لحضرتك مره ثانيه كل الشكر ليك استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم 7، ربنا يتغمده برحمته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.